السلام عليكم. اليوم بتكلم لكم عن شيء مفيد رهيب رهيب لتنزيل الوزن ولإزالة الكرش والترهلات. عندنا الكمون، ناخذ ملعقة من الكمون، لو صار حب أحسن، وفيه مطحون. أنا ما عندي حب، حطيت ملعقة من الكمون، ملعقة صغيرة، وحطيت حبة ليمون واحدة، أقطعها نصين وعصرها وحطها على الكمون، هي والقشر. القشر مفيد أفود من العصير الليمون. بعدين حط عليه موية حارة، تشوفون هذه الخلطة تحرق الدهون، الدهون الثلاثية. في ناس عندهم دم حمضي، شوف كيف تعرف إن دمك حمضي، يصير دائما مريض، دائما في إنفلونزا، دائم تعبان، خمول، ما أقدر أقوم، ما أقدر أقوم أشتغل، مالي نفس بالشغل، أو عندي طاقة ضعيفة، ما عنده طاقة قوية يسوي مجهود. فلا هذه الخلطة تأخذون ملعقة صغيرة من الكمون وليمونة، تعصرونها مع القشر وتحطون عليها موية حارة كاس، وتغطونها شوي، إذا صار دافي أشربوه على الريق يوميا لمدة أسبوعين، صدقوني رحت تشوفون الكرش ينتهي تماما، تكسر الدهون الثلاثية، يقوي حتى العظام. صدقون هذه الخلطة مرة رهيبة رهيبة. فلا تنسوني من دعاكم، جزاكم الله خير، وعملي متابعة، اكتب لي كومنت، وتابعوني في اليوتيوب العلاج بالأعشاب.